بعد انتصار القوات العربية ودخولها مدينة الطفيلة، حاول الاتحاديون تنفيذ هجمات معاكسة بهدف استعادة المواقع التي فقدوها، فبدأوا تحركاتهم من القطرانة ثم تقدموا إلى الطفيلة لتشتبك قواتهم مع القوات العربية المدعومة من العشائر الأردنية. حافظت القوات العربية على كثافة النيران، بل وعملت على زيادتها، مما أربك الاتحاديين الذين تلقوا هزيمة تلو الأخرى، حتى انسحبوا تماماً من الطفيلة في 23 آذار 1918. وفي الطفيلة على نجم الأردنيات، فشاركت نساء الطفيلة في المعارك مقاتلات وممرضات. يقول المجاهد صبح العمري في مذكراته: خلال المعركة كنا نشاهد امرأة هنا ذاهبة في مهمة، وأخرى هناك تعين جريحاً أو تنقل جثمان شهيد. ومرت بنا امرأة تسوق دابة عليها جثتان ملفوفتان بعباءتين، وهي تئن بصوت مختنق. ولما سألنا الأخريات قلن إنهما جثتا زوجها وأخيها. لم تنتهي معارك الطفيلة حتى ارتقت أعداد من نسائها بين جريحات وشهيدات، ومنهن ثريا الدلابيح، حسنى عبد الغني، شيخ الزيدانيين، صبحي البحرات، صبحي العمايرة، وغيرهن الكثير. وفي 8 نيسان 1918 عقد مؤتمر برئاسة الأمير فيصل، تقرر فيه التوجه لتحرير معان وفق خطة نفذت على 3 مراحل وجبهات: الأولى وجاءت من الغرب، والثانية من أذرع مقر قيادة الأمير زيد، وهدفها السيطرة على محطتي الجردون ومعان. أما الثالثة فكانت في جنوب معان واستهدفت تل الشحم. استمرت معارك معان أشهراً عدة، حتى انسحب الاتحاديون في 24 أيلول 1918. وقد شكلت هذه المعارك ملحمة بطولية في مسيرة الثورة، استحقت إطلاق وسام معان ليكون أحد نياشين الشرف والبطولة التي منحها الشريف الحسين بن علي ل343 شخصية من القادة والجنود والشهداء من أبناء الوطن العربي، تخليداً لتضحياتهم.